بعت وراي بابا. اقعد يا سهري، فيك تروح يلدز. كمال، انت عم تخون بنتي؟ استغفر الله بابا، مستحيل ساويها. خليك صريح، لانه اذا هي عرفت بالقصه ما راح اقدر برر لك هالعمله ابدا. ومنشان هيك لازم اعرف. هي بتغار بابا، هذا كل الموضوع. هي اول واخر مره بحكي بهالموضوع، اوعك تجرح مشاعرها. انفتحت الحرب مع الكل، هدول فكرونا شغل مكاتب وما بيطلع بإيدنا شي. هلا صار دورنا، ما عاد في شروط للمزاد، يلي رح يربح المزاد هو اللي رح يحط روحه بالنص مو مصرياته. منين بدنا نبلش؟ أنا من هزاربي وجولاري وانت من كرجداغ. شو رح نساوي بفؤاد اغلو؟ اذا مات خالو بتعلقوا لي جسته مكان علم شركتن. كيف تخبري أبوكي إني خنتك؟ خبرته الحقيقة. كلامك مو صحيح كمال، الكل عم يحكي عنك، شو يعني مفكرني غشيمة؟ مو أنت كنتي تقولي إنهم بيحكوا هيك لأنهم بيحسدونا؟ وقت عرفتك كنت بحترم أخلاقك، بس الواضح إني كنت كتير غلطانة بنظرتي إلك، وإنت خسرت كل احترامي وما عاد تهمني بالمرة يا كمال بيك. اسمعيني إنجي، سمعتك كتير، اترك ايدي. رجال الأمن بهذا البيت ما رح يغمضوا عيونهم غير مرتين باليوم، مفهوم؟ إياكم تتركوا الأب عمر والأم نازك لحالهم، هي أوامر المعلم. تاخذ السي دي لداود تتر أغلو وبتقله
انه هو اذاني وانا رح اذيه. داود تتر اوغلو ما نأذى بحياته، تعرف ليش؟ بابا لهلا ما تعرف علي. فؤاد بابا شو هاد؟ تعالي تعالي. أنا برأيي خلونا نكون منتبهين. من شو يا ابني؟ بقصد الأمن بابا، يعني في أصدقاء وفي أعداء. نحن ما عم نطلع من البيت يا ابني. ابني بسبب خوفك الكتير علينا حضرتك جبتنا لهون مشان ما ينشغل بالك، وهلأ عم تسكر علينا الابواب وكمان عم تمنعنا من الطلعة. لا ضايق ابني يا عمر، أكيد بيكون عم يقول هيك مشان شي سبب. أبي معه حق يا ماما، بس شو بدنا نساوي؟ هدول الناس ما عندهم أخلاق وما بيأمنوا بشي أبدا. أنت بدك تغير القدر يلي الله راسم لنا إياه؟ لا، بس مجرد احتياطات. طمن يا ابني ما رح نطلع، أنت لا تشغل بالك فينا بنوب. روحي. التدبير شي منيح، بس التسليم لقضاء الله وقدره أحسن. رح أقتل هذا الرجال بإيدي. لازم ننقذ فؤاد بابا. عم حاول بكل الطرق اني انقذ فؤاد. اذا كان بيقدر يبعت هذا الشريط الي، هذا بيعني انه ما بيخاف من شيء، وصعب كتير نقنعه. انا فيي اقنعه. كيف؟ هذا الشخص شريكة لهدى، فيي اقنعه عن طريقة. مو ناقصني انك تتعرضي للأذى. ما فينا نقعد هيك بدون ما نساوي شيء. إذا كان هو قدر يتفق مع هدى ويصير بينه وبينه شراكة قوية، يعني بتفق معه. ساوي اللي بتقدري عليه من شان أخوك. Thank you.
الخيط. وبيتفرق الحجر. ليش لحتى أرفض مراد يا إبراهيم؟ رح يجي مشان يتفق معي. بس الشخص اللي بده الاتفاق ما بيخطف فؤاد تامر. وشو علاقتنا نحن بتتر أغلو يا إبراهيم؟ إذا كان هو محاربهم معناتها ضروري يتفق معنا، مو هيك يا إبراهيم؟ رح نشوف يا سيد فكرات. إبراهيم، بكل الأحوال خذ احتياطاتك. آدم بيفوت على المكتب ومعه سلاح. وإذا رفضوا يا إبراهيم بيك؟ أنت نحن ما لنا حاطينك هون مشان ترعب الحيوانات. إذا قلت شغلة لازم تتنفذ، مفهوم؟ إبراهيم بيك، فاتوا مع أسلحتهم. كيف ما بتاخدوا منهم أسلحتهم؟ فوتوا يلا هون. نعود لشوف. شو ما خبروكن تتركوا سلاحكن تحت؟ ألو ألو يا بنتي. ألو
لو كان بدي يقتل أبوك لأغا ما كنت أخذت موعد، وإذا بدي يقتله ما بخاف، وإذا بتغلط مع الناس اللي بسلم عليهم بقتلك بإيدي. عم تفهم شو عم قلك ولا ما عم تفهم؟ ومن هلا ورايح لا توقف بطريقي واوعى تطلب سلاحي مني، فهمت؟ عود عود. اتركو عود. اجيت مشان احكي معك مو مشان اقتلك. طبعا اذا بتسمعني مثل الزلم. طبعا انا قلت لابراهيم انه ما في شيء نتفق عليه. ماني جاي لاتفق، جاي لخبرك. اسمعني منيح ولا تقطعني لاخلص. ما حدا رح يتأذى، بس ما حدا يتحرك ابدا. اذا بتضلوا قاعدين هادين ما بيصير لكم شيء، مفهوم؟ تسجيلات. يلا ما بدنا ندفع. اسكت مشان ما تنزف كتير. كيف رح نلاقي دم دب مناسب إلك؟ هات جرافتك ولك. يا عزت تعال اسحبه من هون مشان ما يجي المعلم ويدعسه. جبت شريكي من بيته وقعدته على هذا الكرسي يلي انا قاعد عليه وبهدلته. ليش؟ مشان الصداقة؟ أنا جاي لحتى أكون صديقك يا سيد فكرت. أنت ما عرضت علينا صداقتك، نحن جايين لحتى نعرض عليك صداقتنا. Thank you.
أنا رح أكون سعيد كتير بصداقتكم. معناتها مشان تكمل سعادتك، اسمعني، إذا بتزعج شركائي من اليوم ورايح، وإذا بتطلب منهم مرة تانية الشراكة بالمزاد، بدي أقطعك لسبع قطع، وبدي أقبرك بسبع قبور. لساتك لهلا سعيد؟ ما عجبتني طريقة فوتك لهون وتعاملك معي بأي طريقة أبدا بحياتي، كل ما سمعت مثل هاي الإهانات. من هلا ورايح بدك تسمع كلام كتير مانك متعود عليه. إذا عجبك هالحكي عجبك، وإذا ما عجبك بلط البحر. خلي هذا الشي ببالك، من هلا ورايح رح تسمع السيء قبل المنيح، فهمت؟ بدري فنجانجي عم بيستناك يا سيدي. لازم فتشك كمان. ما في داعي لقلة الأدب، أسلحتنا وتركناها، رح أحكي شوي واطلع. استناني هون عمران. ماشي معلم. بصراحة ما توقعت انه تجي بهالسرعة يا ميماتي. انت بعثت لنا طلب وأنا جاي من شان هالطلب. تفضل، أنا سامعك. أنا أجيت لعندك مشان تلغي هالخوة علينا. إيه؟ وبعدين أنت خليت الشرطة تاخدنا. بعدين؟ نحن ما رح نعطيكم الخوة وما منمرق لكم عملتكم هاي. من هلأ ورايح صحصح منيح أنت ومعلمك. شوف ميماتي،
أنا حذرتكم بطريقة منيحة، قلت لكم إنه شرف إلكم تكونوا شركة مع كرجداج، بس ما فهمتوا. نحن ما بينقصنا شرف. لا تقطع حديثي، انتو مالكن أدنى بقوتكن ولا بحياتكن فيكن تهددونا، فهمت علي شو حكيت؟ بكفي انه انا عم بحكي مع واحد صرصار مثلك، يا رح تفهم يا رح تموت. لا تلوت ايدك بدمك مماتي. نحن ما رح نشارككم، مو نحن يلي بيتاخد منهم الخوة، وتذكر اني مالي صرصار. الصرصار الوحيد هي هالرصاصة اللي جوات المسدس، فمت بدري ودير بالك على حالك. شو سويت معلم؟ ما سويت شي، حكيت له جسمه. هدول الكم، اعطيني سلاحي. دورنا بكل المشافي وللأسف ما لقينا أي أثر لأي حدا منهم، لا خليل إبراهيم كبار ولا للسيد فؤاد، وهلأ الشباب عم يدوروا بالعيادات، وفي حال لقوا أي واحد منهم أنا قلت لهم يتصلوا لعند حضرتك فورا. هن ما كتير بهمهم صحة السيد فؤاد، بس بهمهم خليل إبراهيم كبار، أكيد ساووا له عملية بشي مشفى. شوفوا قائمة كل الجراحين بالمشافي والعيادات واستجوبوهن، خاصة المشهورين منهم. مثل ما بتأمر معلم. تفضل. تفضل سيد نجدب. أنسي أوسو، مروحية الإسعاف مبارح المساء طلبوا مني كل أسامي المرضى. مين؟ وليش؟ السبب ما بعرفه، بس السيد يالجين يلديز هو اللي طلب قائمة الموظفين والدكاترة وأسامي المرضى اللي موجودين عنا. اعطوه إياها. تركي بيك نبهنا إنه ما نعطي أي حدا معلومات، مشان هيك احترت وما عرفت شو بدي ساوي. أعطيني القائمة وأنا رح دبرها. حاضر يا أنسي. سيد توران، عندك وقت احكي معك في موضوع كتير مهم. Thank you.
بعرف، أنا ما بعرف الزلمة. حقي؟ أنت بتعرف وشو؟ طبعا رضوان بيك. ما في يدخل لهنيك. أنت لازم تقدري تفوتي وتصوري يا أوسو. بنتي خبري داوود تتر أوغلو أني رح زوره مشان أشرب فنجان قهوة عندهم. خلصوا هالشغلة وخبروني. الحمد لله يا خال. أعطيني كاسة مي مشان أنا كمان أحمد الله. تحمل شوي سيد خليل، شوي تانية بتخلص من كل أوجاعك. خال أنت ما تركتنا يا خال. لا تروح دموعك هيك يا ابني إياد، إذا بدك تبكي ابكي بجنازتي. راح موت من العطش. مساء الخير. تفضلي. مبروك بيتك الجديد. شكرا. عشت سنين عمري هون. بشو فيني اخدمك؟ اجيت مشان حكيك بخصوص اخي. ما بتقدري تعملي شي مشان أخوكي. ما فيك تساوي معروف إلي؟ لا، بساوي أي شي مشان أخي. أي شي مشان أخي؟ إيه، الشخص الوحيد اللي بحبه بهي الدنيا. فيي أقدم لك كل اللي بدك إياه مشان أخي. كل اللي بدي إياه؟ كل شيء. حياتي كلها كانت مع رجال قاسيين. تعلمت الطاعة والعصيان منه. صاحبت الشخص اللي بدي اياه وتزوجت من الشخص المطلوب، وهي أنا قدامك. على مهلك، تقيل شوي.
معلش اسألك، إذا استعملت شي نسيك وجدانك؟ مثل شو؟ ناس بتنسى بالكحول وناس بتنسى بالكوكايين، ومنهم بالجنس. ما في يوم بيمرق ما بحاسب حالي عليه، وما عندي ماضي وسخ بدي انسى وامحي من ذاكرتي. انا عم حكيك عن المستقبل. اعطيني اللي بدي اياه منك مشان اعطيك اللي بدك اياه. بس لأني بفهم وبس لأني بقدر رح أعذر بنت صغيرة مثلك تعرض جسمها وما بلمسها. إذا بتريد اسمعني شو بدي لك منيح. شو؟ قديش هني عم يدفعوا لك مشان ضل تحرسني؟ خدمة الشعب بس. بعطيك مصاري بتأمن لك كل حياتك، بس بس طالعني من هون. حياتي قصيرة وماني بحاجة مصاري. شو محتاج انت؟ بدي اطمن. سيد تركي؟ خير أنسي قصو؟ لقيت على المريض. أنت طلعت لشوفه واتطمن عليه، دورت عليك وما لقيتك. بتمنى له أنه يطيب بسرعة. شكراً. عن إذنك. شغلة غريبة، Thank you.
كيف حاسس حالك هلأ خال؟ بخير بخير سيد تركي. انتو بالعادة بتصوروا المرضى شي؟ تصوير شو؟ تصوير عن طريق الموبايل. بالعادة بيصوروا المريض بجهاز أشعة.